جميع الاحرار. هي في الحقيقه عندي بزاف ديال لي فيديو ما ندير، ولكن داكشي مع الكانا دي فوا كتجي الكانا وبيسكو صافي العام راه سال على ما بقى والو. دونك قلت بغيت نشكركم الخوت الجمهوري، لان في الحقيقه هذه مده وانا كنقلب على شي حاجه اللي نفتخر بها، كنا نقول ويلي ما عندنا حتى شي حاجه نفتخروا بها في المغرب، حتى شي قطاع ما هو قطاع كيف الناس. ولكن في الاخر اكتشفت بان كاينه شي حاجه، وهي الجمهوريه المغاربه. وكنحييكم والله الخوتي كلكم في القلب، احبكم في الانسانيه فهمتيني، وبغيت نشكركم على جميع ما تقومون به فهمتي، بما في ذلك حتى دوك الجمهوريين اللي ما كيهضروش معايا مثلا وهما جمهوريين بصح. هذا مكسب لي انايا وللجمهوريه المغربيه. اذا عمرنا ما شكرناكم اخويا على هادشي اللي كديروا، وهاد كل واحد اللي كيعرف يدير شي حاجه فوتوشوب، اللي كيعرف يدير مقال كيكتب مقال، اللي كيعرف ما نعرف يدير فيديو كيدير فيديو فهمتيني. دونك جا الوقت فين على الاقل اموان نردوا لكم الجميل شي شويه، ولو غير بكلمه نحصلوا عليكم ديك شكرا، ونقول لكم استمروا فيما نقوم به، لان هاد 10 سنين اللي درت انا ديال الفيديوهات راه عطات الاكل ديالها. راه اللي ما بغاش يعني يفهمها ويشوفها، وفرضنا الفكر الجمهوري بزز منهم كيهضروا عليك في التلفزيون وفي فيديوهات وفي وسائل الاعلام، ولكن ما كيقدوش ينطقوا حتى كلمه الجمهوريين فهمتيني، كيهضروا عليك بطريقه اخرى خصك انت تفهمها، وهذوك اللي في الخارج وهذوك اللعبه اللي. اذا اليوم اصبح الفكر الجمهوري هو واقع على ارض الواقع اللي يثبتوا لك. حنا ما كنعطاش، حنا ما كننتظروش من شي واحد يعترف بينا، ولا حنا ما تعرفين بريوسنا بلا اللي يثبتوا لك. انت ما عليناش الناس اللي سولوني على الاخ الديهيا والاخ مضانيكس وداك الشيء، راهم اخويا حطيت لكم القنوات ديالهم في الفيديوهات ديالهم، يعني ترجع الفيديو وراه في القناه في الديسكريبسيون كاين القناه، دخلوا عندهم راه تاهما ناس عندهم رودوير عينه صغيره من هذوك اللي كياكلوا الفرماج فهمتي، اللي كياكلوا الفرماج وخارجين بوجوهم كيقول لك حنا جمهورين. وراه كاينين بزاف كاين اللي معروفينش، وكاين بيان سور اللي واخا معروفين، يعني راه ماشي اي واحد كيقول لك انا جمهوري، لا هو جمهوري، وماشي اي واحد ملكي معروف كيقول لك انا ملكي الا وتعرف تقول بان راه ملكي فهمتيني، ولكن كل واحد الظروف ديالو يعني سيطرة سيطرة. دونك بالنسبه للمواضيع انت اخويا بعدا باش ما تقول، لان انا راه في شكاين، انا راه كتجي واحد البريود نقدر ندير حتى 4 شهور في الفيديوهات كل نهار الا بغيت، كتجي واحد البريود راه عندي كل شيء ما خاصها حتى حاجه، الكانا ما كايناش كل ما فهمتش اخويا معاكي داكشي الواحد كيجي من السماء ولا ما عرفتش. شوف شوف احمد السادي شحال ديال المواضيع موجود لك، كثرت تتل هذا، شوف شحال ديال المواضيع انت راه كله غادي جاي في السنه الجديده، زين مواضيع كثيره مهمه، من ضمنها شنو كيفكر محمد السادس، وشنو جاي في المستقبل، ولا حتى في الجنوب خوتنا الصحراويين ما كنحسبكم غير ما كنحسبكمش، يعني ملي كنقول مغاربة راه مغاربة راه داخل فيها كلشي، يعني فهمت شو شحال المواضيع. آخر واحد فيهم باش نكون فاهمين، أو يعني مشاريع محمد السادس اللي جاية قدام، هناك شرائع يعني جرائد مهمة كتكتب،
على هذه المسائل و... يعني ماشي خليني نذاك الحس براس وبوستي ديال براس وذاك لي براس ديال والو فهمتي. وباش باش نقادو البابا عينيها راه هذا الفيديو انا غنخسرو حتى هو الكوبي رايت اخي ديال شكون انا راه ما جيناش هنا نديرو العاقه من عارفين الكوليس فرماج دار الفرماج كتبتو عليا الفرماج اصاحبي دابا المشكل خفت انا غير تكبرني حتى الترما بالفرماج يولي يصيدوني في الزرقاء والله اكن احييكم خوتي الجمهوريين والله و ما عرفت كنت في شكال انا خسرت اعصابي يعني راه كنت في شكال في هضره راس العام مضير هذيك الشيء دار ديك الشجره هكذاك ديك الحاله لان كاين واحد الزواق في الارض راه الزواق ديالها كله من الارض مليوح ان ما حنا ما بغيناش الزواق طلع لينا هاد السياسه ديال الزواق المزوق من برا كيدير من داخل دائما ناس بزاف كتموت وناس ساكن كيعاني وكيقاصي راه الخوت راه جاتني الخبر شحال ديال الناس في المحطه ديال الكرار في الوقيته ديال كورونا شحال ديال الناس ماتت ما هضر عليهم حتى شي واحد ولا سيما دوك اللي كيسعاو ساكن الناس دور قهوه وسدوا كلشي بقاو هما مضطرين مشاو محطه الكرار هكذا كاين الناس كتموت بالجوع اللي خرج كت تبومب عليهم محمد السادس دابا دوز راس العام دابا راه اللي نجح نجاح قال لك العام سالا اللي نجح نجاح واللي طاح على عينك فيها طاح ماشي دابا عاد غنناضلو ياك ندوزو راس العام حتى هو غدا راه باغي ندير لكم واحد السهره يعني اول مره نديرو سهره لايف الى بغيتو ودوز لو ان حتى انا السهره ديالي كتكون شويه دوز لو ان لو دو غادي نبداو في هذا الشيء اللي راه مازال ما جابوش ليا ماتريال لان دابا عرفت يلا كيوصل هذا التخربيق هذا ديال الباص الاكوستيك من المانيا ما شي لاخر باقي ما وصل لي الا نرد هذا الشيء استوديو غندير حتى استوديو اخر عندي حتى هو المشاريع اللي جايه كنقولها للجمهوريه ماشي بي بكل تواضع يعني راه ماشي شي تبون بقى عليكم ولا شي حاجه لان راه كيخص الماتيريال وكيخص باش تقدم شي حاجه زوينه راه خاص بزاف د الحوايج وما نكرهش حتى الخوت الجمهوريين اللي بغاو يديروا قنوات ما عرفتيش كيفاش اجي غادي نخصص واحد الوقت من وقتي باش نولي اللي بغى يستافد من التجربه ديالي ما كاين حتى شي مشكل غادي نقول لك كاع اللي كاين وكيفاش ولا بغيتي فهمتيني حتى دير قناه تنشر داك الشيء ديالك فهمتيني وحتى فيما يخص هذا الشيء هذا في القناه ديال في قناه يعني كاين واحد لابوتيك ديال الحوايج ديال هاد تيسبارين هادي راه الشركه الخوت اللي هي امريكانيه الناس اللي كتعرفهاش باش نعطيك واحد الفكره عليها ديال شركة أمريكانية حوايج أمريكان والإنجليز فهمتي وهما اللي كي أنا غير كندير لهم الديزاين هما اللي كيتكلفوا بكل شيء كي اللي عندهم دو تخي بون برودوي دو تخي هوب كاليتي فهمتي مثلا ما تندخلوش شي فيديو هنا تيسبارين هما القنوات ديال اللي قلت لكم راه كل واحد قناته تما دونك تيسبارين ها هي ياك ها هو الشوب راه كاين فيه واحد العدد شتي كلشي اللي كتشوف هنا ولو هادو تلك واحد راه كتلقاهم في انواع والاشكال ديال كاين الحاجه اللي فيها 30 لون 40 لون فهمتيني كاين ناس كتشري تقاشر حتى من الكمامات كاينين ديال التليفون غلافات لي طاس عندهم حوايج دو كاليتي الخوت كاين التيشيرتات عندهم 4 5 الانواع ديال لي تيشيرت على حسب لا كاليتي ديال لو كوطون فهمتي دونك باش اللي شاف شي واحد الاثمنه شويه ولا هذه راه ماشي انا اللي كندير هذه الاثمنه راه هما وليهم لان الحوايج دو كاليتي ها الكمامات ها لي طاس ها كاين حتى ديال الكلب باش غلف لي عنده شي كلب بغى يغلف الكلب ديالو حتى هي دايرينها فهمتيني حوايج العيالات بوكو دو شوز هاد الشيء هذا انا ما غناخذ منه حتى شي فرانك الخوت انا هاد الشيء غادي الفلوس ديالو كل هذه كتدخل
ما عندي حتى شي مشكل فهمتيلي انني دونك راه اي حاجه كتدخل لي راه تلقاها في 30 40 لون باش نكونوا فاهمين. اي واحد شرى يعني ان تروك الا وعرف راسك بحال اللي كتساهم في يعني ام ار ام تلبسو ولا شي حاجه وفي ميم طون راه هادشي كله اخويا غادي نصيفطو انايا انت باش تعرف اللي كاين ما تقول كاع تا المداخيل راه ما عنديش مشكل بعد تاع لا تاع بايمون. ها كاين هادو راه الاخت دي هي على ما قالت لي خدات شي سروال ولا جاك شي تاع السبور ولا ما يلا كاين هنا كاين 15 دولار في 11 دولار ياك ويمكن جايه في الطريق شي 35 دولار الا ما كذبت. ها هي تشوف وي دونك كل شيء 27 دولار زائد 35 دولار يقول 40 60 في حدود 60 65 دولار اللي وصلت دابا حاليا. انا هاد الفلوس كاملين غادي نولي نصيفطهم للناس اللي ما عندهمش في المغرب جيني. دونك اي واحد ساهم في هذه المساله الا وعرف راسك غادي تساهم وحضروا راسكم الخوت لان راك شفتوا شي وحدين بحال هذوك اللي جمعوا العاقه هذاك مول اللي كان مصدع الدنيا ديال سوزانا عرفتوا راه كاين الفيديو ديال كيدور اللي قال وما ما هضرت على حقوقه سيدو على حقوقه مش عارف راه قلت لكم راه داك الشيء مشري الى عقلتو راه كيجيبوهم مساكن عطاهم 200 300 درهم ويجلسوا يصوروا فيهم ويشوف تي في هذيك اللعبه راه وجمع عشرات المليون من عند الدراري كيصيفطوا ليه الناس اللي في الخارج وداك الشيء بازا صح اللي كتيقوا كتصيفطوا فلوسكم كومسا و حتى الا بغيتي تصيفط حنا نقلبوا ليك على الناس صيفط لهم ديريكت فهمتيني وثيق بيا غادي نجيب لك الناس اللي هما ناس غيوصلهم هما اون ديريكت هما ماشي صاحبي كتعطيو للناس صاحبي بحال هكاك عشرات المليون هذا يجمع مشى شرا زودياكا ودخل للبحر وما عرفتي كيفاش يبقى كيدور بدا يبكي ها هو الفيديو راه عندي راه عندي اه راني مبروكي الخو دبرت على واحد الشهر دبرت على شهر في الفيسبوك فهمتيني راني مبلوكي في كونت واحد اللي فيه ولدي والكونت اللي فيه با خليته دونك انا راه كاين راه كان صيفطوا لي شي حد وقاس كيبكي عرفت بلاتي نشوف لك شكون هو المهم راه كاين شي واحد بلاتي كاين المهم كاين شي حد كان صيفطوا لي ما عقلتش واش هاد الاخ ولا ما عرفت حيت دابا المشكل ما كنعقلش عليهم كيجيني البشر دابا سميتو شويه ها كيتزاقل معايا ما كنبقاش عارف شكون هو بلاتي واخا قلب لك شكون بلاتي لان كيجي بزاف ديال لي ميساج وبزاف ديال ما عرفت يا خويا شكون المهم معليش راه الفيديو راه كيدور الخوت فهمتي الفيديو راه كاين كيدور ناس مخلطين هاد الخوت فهمتي يمكن هذا ما عرفت شوف هذا ما عليناش ما عليناش المهم راه كيدور السيد كيطلب ما عرفتش شي جروب سميتو بروكلين ولا جاك شي وقال لك كيطلب المسامحة من الناس ديال بروكلين راه تيمشي لها وغادي يبدا يصيفط لهم 300 درهم في الشهر باش يرد لهم عشرات المليون زعما دونك الفكرة هو ما تبقاوش ديرو حتى الا بغيتي دير شي حاجه اللي نيت راه غير اجي اخر عطيوك نقلبو لك حنا على النمره ديال الناس اللي هما محتاجين فريمون بصح ونعطيوها لك وسير صيفط لهم هما خا كاع صيفط لينا حنا ما قلنا لك صيفط لينا حنا راه كنصيفطو كنقولو لحد ما كيعرف واحد دونك باش نزيدو لك في الراس بصح باش ما يبقاش لان الناس اللي خاصها يعني توصل على حاجه وها هو كلك كيدوي على حقه ولا شي حاجه كاينين مناضلين مساكن حتى هما محتاجين في المغرب كيناضلوا جمهوريين والى اخره دونك علاش ما زايده فيهم هما بيسكو الا عندك واحد جوج فرانك زايدين صيفطهم لهم اخويا علاش لا ولا فهمتي شري شي لعبه الا بغيتي وانا راه دوك الفلوس كلهم ملي غادي نجمع لي طوطال راه غادي نجمعهم وغادي نصيفطهم المغرب غنصيفط لك حتى الويسترن يونيون نوريها نحطها لكم ونشرها لكم فكرتوني راه ديك خيتي راه شوف اصاحبي العقليه ديال المغاربه كيفاش دايره
يعني هذه اللي جالسك تبلوكي فينا في الفيسبوك، بلوكاتني هذه المرة على ود تصويرتها، حيت نشرت لها تصويرتها تما عرفتها ايه كايش ضريتها. هاهي وصلت، شو كي دايره؟ شو بجهلويل كي دايره صاحبي تا هو فيسبوك اش كيخدم؟ علاش مشات تخلص فينا تا هو؟ الغريب في الامر جي واتي الحلوف كاتب ليا وانت حيت باغي تربي على المسلمين حيت مسلمه، أجاب الإسلام الهضرية البقر، أجاب الإسلام الهضرة، واش هادي طاحنا عباد الله كاع سطحان فيهم؟ اللي كتب شي حاجة وقع طاخير شو شنو كتب القرطاسي مسكين؟ أش كتب؟ واش في خباركم يا أصحاب الجلالة أن الرئيس الفرنسي داوى في سبيطار عمومي؟ هاو تروا جور يلا تعالج في من كورونا في مستشفى عمومي، واش تهدي يا صاحبي بلوكي على الناس؟ يلا ما عرفتش صاحبي زعما العقليه ديال الخا اللي ما بغيتوش صاحبي حاجه السامعين تحيد انت كيفاش باغي تزيد لقدام صاحبي حتى شكون اللي دوى على شي اسلام حنا عطينا اتساع الاسلام ورا كنت راه داك الاسلام هو اللي خلى دين امك هكاك دايره صاحبي شنو هذيك الاسلام وداك العقليه انت تدب ما مشيش بعيد هي اوروبا اجي نعطيو للمسلمين اشنو كنظن غيديروا فيها المسلمين يلاه قول لي شنو نقول لك من هنا غيديروا في اوروبا داكشي اللي دايرين هما في بلاداتهم راه ست سارة الدول الاسلاميه شنو فيها وداكشي اللي كتشوف دوك الدول هو اللي غيديروه في اوروبا ان عقليه خامجه واصلا هاد القيه ما فهمتش حتى ملي كيحلوا لكم الديوانه اول حاجه كدير كتجي كتجري عند الكفار علاش انا عارف عندهم الحريه وعندهم الديمقراطيه وعندهم وهاد المسائل راه ما دارتش الكنيسه هاد المسائل الملاحده والتلاحده والمغضوب عليهم وهو هما اللي تنويرين هما اللي فرضوها صحه تاع الكنيسه من مور سنين وما كيتقاتلوا معاها قتلني قتلك اللي باغي يتحرر وباغي في نفس الوقت الخريف وما باغي ما معتي اكديروا بحال ديك العقليه ديال عاش الملك وترى الملك هو سبب بخراكم ومشاكلكم لا هو عاش ترى الحق اذا انت باغي داك الشيء وراني في الشكل كدير تاع الاسلام صافي وحنا دابا ما هضرنا لا على الاسلام لا على الاخر شوف انا كمرت الويل كون كان الدين ملحده واش تفرض شنو ندير الدين شنو الفرق لا راه دي الناس كلها بحال راه في الجمهوريه الناس كلها بحال هذه مازال صاحبي ما وصلتوش ليها وطي عند المغرب من هنا انا مزوق في كاس راه عطيني تيسا صافي سرق هاد المظلمين ديالك وجلست قارمت 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 المهم بلا ما بلا ما نبارطي ولا بيدار والله الا ما فيه ما يدير لي فيديو قلت نشكر خوتي المغاربه وصافي هادشي كيقوموا به وراه جايين فيديوهات في الطريق جاي اخويا راه ارتاحوا منا شي شويه ومن هنا نبدلوا الديكور صافي صافي مازال ما وصل اخو حتى شي حاجه حد الساعه نا البريود ديال نوال ولي باك كثروا عليهم احبكم في الانسان يا الخوت حاولوا الناس اللي هما بحال هذا الشكل ديال ولي تفكر شي شويه بعقلك صاحبي حيد الخريف حيد خلي داكشي مساله شخصيه ديالك شحال عمرني جيت قلت لك باش تامن ولا ما تامنش واش عمرني انا جيت قلت لك الايمان ديالي شنو هو واش عمرني جيت انا فرضت على شي واحد اش كان امن ما تعرفش كاع باش ان كان امن لان انا اصلا لا اؤمن بالخريف ساليت مع الخريف يعني فهمتي ولا ما فهمتيش ماشي وما كانش فرض عليك ولكن انت علاش انا محسوس اخويا وكأن ما نعرفها حيد شي ديك النظرية المؤامرة راه كاين لا مؤامرة لا والو شي تا بوحديك يخلوك في ديك البلاد في بلدانكم المسلمة ويقطعوا عليكم الصادرات والواردات والتكنولوجيا والله خويا تتنقاردها بوحديك انت تا دابا شنو الأنظمة اش كدير شنو الأسلحة اللي كتشري لفي من عمرك سمعتهم تيروا في إسرائيل شنو كيقتلوا بيناتهم هاكاك غادي تبقى تتنقارد ما عرفت اخويا الناس اللي باغا تزيد لقدام وهو عائق ضد راسو علاش كنقول لك شحال مره راه المغربي هو ضد راسو ويجي يشكي ويبكي وهادي وتقول تبقى تشوف فيه تقول هنا البيت
ولكن هو راه ملي كتجي تقول لي هاد الطريق يقولك لا يا تضرب في الفرماج مع راسك وحنا نموتو. قلت شنو بغيتي كي شي حد ليا بلا موت؟ ها قول لي قول لي عمرك شي هاد الشعوب هاد عمرك سولتيهم؟ كتعيشوا اكثريتكم كتعيشوا في اوروبا وفي الامريكان وخر سولهم تينا كنت مكلخ ما باغيش تقرا وما كتقراش على داكشي. قول لهم اخويا كيفاش تحررتوا نتوما؟ يبداو يعاودوا ليك تاريخهم. اش يا اخي ديري انت عندك باقي عبد في هذا لا مسلم شد في الاسلام وهو مسلم ولا حتى اللي خرج من الدين ما هو فيه الانسانيه ولا تحرر من افكار العبوديه. علاش كيبقى ديما البخرار عنده لاصق في الممشى صاحبي؟ صعيب عليك باش تحرر من الافكار ولهذا كتلقى شكون يحكم هنا شكون غير هادي لا وانت انت مركز صاحبي انت واش عمرك شي واحد تحرر كيفك بعكا. تحيه للجمهوريين والله افتخر بكم اخوتي الجمهوريين اعتز بكم اخوتي الجمهوريين من اللي كيدير ما نعرف شنو الى اخر واحد كيدير غير ديك لايك ولا كيدير بارطاجي ولا كيدير اي حاجه والله يا خويا الا افتخر بكم وشي هذا هو اللي كيخلينا انا كيعطيني الانرجي انني نزيد القدام. اما كون عرفت راسي راه كاين غير انا غادي شحال هادي جماعه واخا الله يعاونكم نتوما وبلادكم جلسوا تمتعوا في خراكم ومع زميلكم ومع فهمتيني. ولكن مادام ان كاين واحد البصيص ديال الامل الا هو ما كنفقدوش الامل ولا سيما ما اجيال حتى انا صاحبي راه الناس ولا عند الجمهوريه من ومن اللي كيبارطاجيو ميكيات في الفيسبوك الى 80 عام و 85 عام عائلات. واعتذر الى مره برا كيخرج مني كلام خايب صعقيط ولا شي حاجه راه ماشي بنادم كيكون جالس مع مو ولا اختو. وانا اتفهم اخويا المساله وعزيز عليهم يتفرجوا فيا وديك المسائل راه اخويا هادشي كيعصب وهادشي بعض المرات راه حتى انا بشر فهمتيني وكتحارب وكتقاتل على جميع الاصعده مع النظام محيرتك مع النظام محيرتك مع المظلمين محيرتك مع الملحزقين محيرتك مع اللي كيجي يقول لك راه حنا معاك شيوك ما كيبقاش معاك ما تفهمش كيفاش ولا كيخرج لك شي تخريجات بحال خرجوا شي وحدين عاوتاني قال لك مولاهم هشام مولاهم هشام قال لك بلاتي مولاكم هشام عطاك الجائزه كيكربوك شكون هما الجرائد الالكترونيه ونحن عندنا شي جرائد حنا انا نحسب بعدا جيبوا لي الجزيره الاخر قال باباهم على راسهم يعني المخزن كيكرم في راسو وكيشري ليا بعض اللي محل جمهوريين بزاف عليك تكون جمهوري راه الجمهوري ما كياخذ الفلوس من الامراء فهمتي الله يجعلو يمشي يسرق يمشي يطلب يعطيو خوتو الجمهوريين ما يدوزوش وما يرضاش ياخذ الفلوس من عند الامراء ويولي اداه بيديهم كيسيروا فيه كي الماريونيت كيبغاو اين الحريه فهمتيني دونك بزاف الحوايج حنا غنجيو ليها فهمتيني. المهم تحياتي لكم بلا ما نطول عليكم احبكم في الانسانيه كلكم في القلب الجمهوريين الفري بيان سور فهمتيني بما في ذاك حتى الا كنتي جمهوري ما كتهضرش معايا ماشي مشكل صافي اخويا مكسب ليا نتايا ولكن ها ما تكونش جمهورك راكم فاهمين شفتي راه كاين بزاف ترى بزاف غتعيش وتسمع لازم المتعجب. تحياتي لكم سير اختي سير سير عاوتاني دابا فحيت هادي فيسبوك دايره ما بغات حنات لك يا وليدي المغاربه ولا سيما الملاحده ولا سيما بزاف ديال سميتو ولا حتى السياسه المناضلين حتى في السياسه كديرها ها الله سيري 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 عليني عند اليوتيوب صافي انا هذاك فيسبوك ما غنسد على باباه وراه ديجا كتبوا بها الخوت وليت كتبوا بها فهمتيني لان راه الى بوز دو سي بوفوار على عباد الله وحتى فيسبوك ما بقاتش فيه الحريه صافي يعني تقزمت علاش هاد المواقع الاجتماعيه ولات جابده لهم مشاكل راه ما كانوش كينتظروها انها غتدير ثورات وكانت غدير فهمتيني ولكن المغاربه علاش استعملوها الروتيني هنا كتبين لك العقليه ديال كل شعب كيف يفكر
شو سيادنا راه استعملوها كيعلموا الناس بزاف الحوايج يوتيوب وهذه المسائل هذه وديالنا كيعلموا الا بغيتي الزربيه وترمتها عليا انا وجبنا اختي الزربيه ترمتك عليا انا فهمتي علاش والرجال راه جالسين كيصوروا فيهم وكيقول لك انا باغي اللايكات انا ما كرهتش مراتي تعرف فهمتيني شوف اصاحبي وما يخرجش يدوي على راسه تحياتي لكم الخوت الى الفيديو المقبل راه نتشوفوا في الدرس العام ندوزوا اونصابل وناخذوا واحد يومين ولا ثلاث ايام في الراحه ونبداو شي بديه من يلا تهلاو لي راسكم شكرا تحياتي.